مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة التي ستبحث في القرار الحكومي بإنشاء مخيم جديد في صحراء الأنبار لنقل مهاجري جرف الصخر إليه، خلافا لما تعهدت به حكومة السودان من إرجاع المهجرين في العراق بمن فيهم مهجرو جرف الصخر إلى مدنهم وطي هذا الملف الإنساني المستمر منذ سنوات طويلة. لمناقشة هذا القرار وأوضاع المهجرين من هذه المناطق ينضم إلينا في الاستوديو الباحث العراقي في مركز رامان للبحوث والاستشارات شاهو القرداغي. حياك الله استاذ شاهو، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. ومن الدوحة عبر سكايب المتحدث باسم مرصد آفاد حسين دلي. استاذ حسين حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. وقبل البدء بمناقشة محاور تغطيتنا نتابع وإياكم هذا التقرير. منطقة جرف الصخر شمالي بابل عنوان كبير لأزمة أكبر يعيشها مهجرو هذه المنطقة، فهي شاهد على ما حل بسكانها من تهجير قسري عن مناطقهم ومنازلهم وأراضيهم وتعرضهم لانتهاكات في رحلة تهجير طويلة تضاف لمسلسل أزماتهم المستمرة منذ 9 سنوات. حكومة السودان التي قالت إنها ستعمل على إنهاء ملف النزوح والتهجير لم تفي بوعدها كسابقاتها من الحكومات المتعاقبة، ما أثار الشكوك بشأن استمرار تحكم الميليشيات والأحزاب بمصير العائلات المهجرة ولا سيما من النساء والأطفال ومنعهم من العودة إلى مناطقهم. وما خطوة حكومة السودان بتشييد مخيم جديد في صحراء الأنبار يفتقر إلى الخدمات وفق مرصد آفاد الحقوقي إلا دليل على تلاشي الآمال المعقودة على عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية ضمن ما يشاع عن الاتفاقات السياسية؟ ما أريد هذا المخيم، ما أريد، بس يرجعونا لديارنا تنظم الحظر، خلي يرجعونا لديارنا، يجيبونا مبردات، يجيبونا مولدات، يشوفونا عندنا مرضى وما نروح للكرفانات، يجيبونا غذائية، كل شيء محتاجين هنا. والله ما يفيدنا، يرجعونا لها نحسن لنا. هي شهادات للعائلات المهجرة من منطقة جرف الصخر شمالي بابل تثبت بوضوح زيف الادعاءات الحكومية بإنهاء ملف التهجير والنزوح، وتشي بإهمال وتعمد الحكومة الحالية وسابقاتها في عدم إنهاء هذه المأساة الإنسانية وسط مطالبات المنظمات الإنسانية والحقوقية الأمم المتحدة إلى إنهاء العبث بأرواح المشردين ووقف الانصياع لتوجهات طائفية ونهج العقوبات الجماعية. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية القرار الحكومي بإنشاء مخيم جديد في صحراء الأنبار لنقل مهجري جرف الصخر. نجدد الترحيب بالأستاذ حسين دلي والأستاذ شاهو القرداغي. أبدأ معكم أستاذ حسين، بداية يعني على أي أساس قررت الحكومة بناء هذا المخيم لمهجري جرف الصخر وخاصة في موقع وهو صحراء الأنبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية للرافدين وجمهور الكريم وللضيف الكريم. الحقيقة الحكومة هي المسؤول الأول عن اختيار هذه الأماكن، يبدو أن القرار نابع من فكرة مؤداها أن الفصائل والميليشيات المسلحة التي تسيطر على جرف الصخر منذ نحو 9 سنوات هي المحرك الرئيسي للتحركات الحكومية فيما يخص قضية المهجرين وقضية النازحين وحتى قضايا المفقودين التي تتهم هذه الفصائل المسلحة بأنها وراء كل تلك الأعمال والممارسات السيئة طيلة السنوات الماضية، ولأن هذه الفصائل مرتبطة ارتباط عضوي بالحكومة العراقية، لأن كثير من المنتسبين إليها أو بعض هذه الفصائل لديها أحزاب ممثلة في الحكومة وممثلة في التشكيل الحكومية وممثلة في البرلمان العراقي تتخذ القرارات وفق ما يخدم هذه المصلحة. هناك قرار كما يعرف الكثيرون منذ سنوات لا يخفى على المتابع للشأن العراقي فضلا عن الكتل السياسية أن منطقة جرف الصخر يراد لها أن تبقى بعيدة عن عودة أهلها، لأن بعض هذه الفصائل المسلحة وخصوصا ميليشيا حزب الله تسيطر على تلك المنطقة وتتخذ من هذه
المنطقة بمنازلها وبساتينها وأحواضها مناطق للتوسع والتمركز، وهذه المنطقة أصبحت كما يقال من تسريبات وتحقيقات أجنبية ومحلية هي قاعدة عسكرية لهذه الميليشيا المسلحة، وبنفس الوقت هناك أفراد من هذه الميليشيات جلبوا عائلات بالمئات من مناطق جنوب العراق واستوطنوا في تلك المنطقة جرف الصخر ومنطقة العويسات ويزرعون فيها ويستوطنون على ثرواتها ويتاجرون فيها بعلم الحكومة العراقية، وبالتالي كل هذه المسوغات بنظر هذه الميليشيات كافية لمنع أي قرار نحو إعادة الوضع الحقيقي وإعادة أهلها المهجرين الذين يزيدون عن 100,000 نسمة. الحكومة العراقية ملامة بشكل واضح، خصوصا أن المخيم الحالي في منطقة بزيابز وعملية الفلوجة رفعت وزارة الهجرة والمهجرين يدها عنه، فهو بلا مساعدات وبلا إغاثة، ومنعت المنظمات الدولية والمحلية من إدخال تلك المساعدات، وأغلقت كل الخدمات الصحية والتعليمية التي كانت قائمة في السنوات الماضية، وبالتالي كل هذه المؤشرات مع الأخذ بالاعتبار الصراع السياسي الموجود حاليا منذ مجيء حكومة الإطار التنسيقي المرتبطة بالميليشيات، كل هذا يوحي بأن هذا القرار متوقع من مثل هكذا حكومة، رغم أنها تدعي أنها تحاول تغيير نهج الحكومات السابقة وأنها تحاول أن ترتدي عباءة الوطنية وتغير بعض الممارسات السابقة، وكان هذا أحد وعود محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء الجديد، ورغم ما يقال عن اتفاقات مع الكتل السياسية السنية تقدم والسيادة، لكن لم يتحقق أي منجز فعلي، وهذا المعسكر الجديد محاولة لفقط صرف الأنظار عن مخيم بزياب السيء الصيت بمخيم هو أسوأ منه بحسب ما وصلنا وما اطلعنا عليه من صور ومعلومات. أستاذ شاهو، منطقة جرف الصخر يبدو أنها مهمة جدا للميليشيات، بحيث لا تريد إرجاع مواطني جرف الصخر إلى منطقتهم. هناك تصريح لوزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة محمد الشاع السوداني إيفان فائق جابرو، تقول: أنا أتمنى أن أدخل إلى منطقة جرف الصخر، وكأنها أمنيات ربما لا تتحقق. عملية نقل مهجري جرف الصخر إلى صحراء الأنبار، هل هو عقوبة أم تعويض للمواطنين؟ تحياتي لك مجددا أستاذ محمد، تحياتي للأستاذ حسين ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة منطقة جرف الصخر يعني بعد دخول الميليشيات إلى هذه المنطقة وإلى الآن يعني يثار الكثير من الشكوك والتساؤلات و من الخبراء الداخليين الخارجيين السياسيين حول ماهية النشاطات التي أصبحت تمارس في هذه المنطقة، وبالتالي أصبحت محاطا يعني ساتر كبير ويكتنفه الغموض، ولا يسمح للسياسيين الكبار أمثال أياد علاوي حتى بالتفكير بالدخول إلى هذه المنطقة أو استكشاف هذه المنطقة أو معرفة ما يدور حولها. يعني بلا شك هذا الأمر يعني أن هناك نشاطات غير مشروعة غير قانونية، نشاطات مرتبطة بإيران، نشاطات مرتبطة بميليشيات خارجية تمارس في هذه المنطقة، وبالتالي تم تحويل هذه المنطقة بحكم استراتيجيتها أنها منطقة استراتيجية ومهمة، تم تحويلها إلى منطقة استخباراتية وأمنية لجمع المعلومات، لإدارة السجون، لتصنيع الأسلحة، لتحويله إلى ثكنة للطائرات الدرون والأمور الأخرى، حتى تشكل خطرا مستمرا على المناطق المحيطة، وحتى تكون منطلقا للدخول إلى العاصمة في أي وقت يريد هذه الميليشيات أن يدخلوا فيها. أنا أتذكر تصريح وزيرة الهجرة عندما قالت في أواخر العام الماضي، عندما قالت أن ملف النازحين سينتهي خلال 6 أشهر، من ضمنهم نازحي جرف الصخر. جرف الصخر، نعم. يعني هذا التصريح عندما تطلق من وزيرة فهي التي بيدها كل القرارات، ومن المفترض أن تقوم بمعالجة هذا الملف، ولكن
حسب المعلومات المتداولة فأن الوزيرة أيضا عندما دخلت إلى هذا الملف شهدت أن هناك يعني الكثير من الأمور المعقدة، نعم، وأن الأمر أكثر وأكبر من حتى الحكومة، وأن الأمر مرتبط بجهات أيديولوجية فصائل ميليشياوية، وللأسف حتى هناك معلومات بأنها تمتلك فتوى دينية بشرعنة بقائها في هذه المنطقة، نعم. يعني هذا الأمر أيضا تم الحديث عنه في بعض المصادر أن الميليشيات الموجودة تتسلح بفتوى دينية من مرجع ديني، نعم، تبيح لها البقاء في هذه المنطقة وعدم السماح للمواطنين للعودة إليها، وبالتالي الوزيرة أيضا وصلتها هذه الرسالة، نعم، وهي أيضا قررت أن تسكت وتغلق هذا الموضوع ولا تفتحه. لذلك نحن نرى اليوم نشاطات الوزيرة يعني تقتصر على المشاركة في الأفراح وفي المناسبات، نعم، وهي دائما مع الزعيم الميليشياوي ريان كلداني من مكان إلى مكان، بدل أن تقوم بواجبها التي من المفترض أن تكون التركيز على هذه المنطقة والمناطق الأخرى، يعني على الأقل يعني تقوم بإنجاز في يدخل في صلب عملها، ولكنها تنشغل لأمور أخرى لأنها أدركت تماما أن هذا الملف لا يمكن أن يقترب منه حتى طرف ميليشياوي، يعني ريان، نعم، كلداني هو أيضا مرتبط بميليشيا، نعم، داخل الحشد، نعم، الشعبي، نعم، حتى رغم ذلك لا تستطيع هذه الوزيرة أن تقوم بأي خرق في هذا الملف أو تقوم بإحداث أي، طيب، تغيير، لأن الأمر أكبر منها أيضا. طيب. أستاذ حسين، هل هناك مخاطر مترتبة على هؤلاء النازحين في هذه البقعة الجغرافية بالذات؟ هناك من يقول يعني ما الضرر إذا انتقل مهجرو جرف الصخر إلى صحراء الأنبار، هل هناك ضرر يقع عليهم أستاذ حسين؟ بالتأكيد من شقين هذا الضرر، أولا كون السنوات الماضية وخصوصا آخر 3 سنوات الحكومة العراقية نفضت يدها من مساعدة هؤلاء النازحين، لدينا تقريبا 1400 عائلة في مخيم بزابيس ونحو 250 عائلة في مخيم العاملية المركزي، هذه العائلات بالدرجة الأولى تعتمد على المساعدات والإغاثات التي تأتيها من المنظمات الإغاثية خارج وداخل العراق أو من مساعدات العشائر في محافظة الأنبار وخصوصا في مدينة الفلوجة، فهذه العائلات تعتمد اعتماد شبه كلي على ما تقدم على ما قدم لها من هذه المساعدات، وحتى التجهيزات، المبردات، العلاج، هذه المخيمات كانت تبعد نحو تقريبا 25 كيلومتر عن مركز مدينة الفلوجة، معظم هذه العائلات عند الحاجة للعلاج، هناك طبعا عشرات من الأمراض المزمنة والمعاقين، حتى يعني قبل أسبوعين كان هناك فريق طبي قادم من خارج العراق إلى مستشفى الفلوجة، نسقنا مع بعض هذه العائلات وأخذت أبنائها وبعض المرضى وكانت هناك إمكانية للوصول، لكن المخيم الجديد الذي وضع في منطقة صحراوية شبه مقطوعة مقابل منطقة عشيرة الهرمات التابعة لقبيلة البعيسة، نحن استطعنا الوصول إلى تلك المنطقة وعرضنا الصور التي في المرصد، نشرناها في يوم أمس في حسابات المرصد، وتوضح أن المنطقة شبه مقطوعة، ليست لها تواصل إلا طريق واحد الأدهى والأمر، أن هذا المخيم يقع جوار اللواء 58 التابع للقوى المسيطرة الثانية التابع للحشد الشعبي، هل يعقل أنه هؤلاء النازحين الذين تتهم تلك الميليشيات بأن سبب وراء قتل أبنائهم وأزواجهم وإخوانهم في السنوات الماضية يأتون بهؤلاء النازحين وأغلبهم من النساء والأرامل والأطفال والعجائز أن يوضعون بجانب معسكر الحج الشعبي؟ ما الرسالة التي تريدها الحكومة العراقية من بناء هذا المخيم في هذه الظروف شكل في منطقة مقطوعة بجوار معسكر الحج الشعبي، غير أنه سيكون سجن لهؤلاء النازحين؟ رغم أنه المخيم القديم قطعت عنه المعونات، لكن كانت عشيرة البعيسة مشهورة والقائمون على منطقة عاملية الفلوجة يسمحون، وهناك يعني حملات شبه موسمية
من كثير من المدن في محافظة الأنبار وحتى من عاصمة بغداد تصل بحملات يعني إغاثية جيدة توفر وإن كان الرمق القليل لهؤلاء النازحين، لكن مع إبعاد هؤلاء 20 أو 30 كيلومتر أخرى عن هذا المخيم وتوضع بجوار معسكر الحج الشعبي لا يعتقد إلا أنها ستكون سجن لهؤلاء النازحين وربما انتهاكات أخرى واستغلال كون أغلب هؤلاء كما استفهم الأرامل وربما أستاذ حسين يتم الدخول والخروج ربما يكون في على شكل باجات، هل تستبعد ذلك؟ يعني ليس معروف الشكل الذي ستكون عليه لو تم يعني إكمال هذا المخيم وإجبار هذه العائلات على الانتقال إليه، ليست معروفة إن كانت الطريقة ستكون بالباجات أو غيرها، ليست لدينا تجربة، التجربة الماثلة هي ما يجري في مخيم بزيبز وعاملة الفلوجة، هذه المخيمات كانت يعني تحظى بنوع من التسهيلات من القائمين المحيطين المسؤولين المحيطين في تلك المخيمات، لكن إذا أردنا مقارنة ما سيجري في المخيم الجديد بما يجري في مخيمات الموصل مثل جدعة وحسن شام أو مخيمات كردستان فهذا يعني أنه الدخول والخروج سيكون بموافقات رسمية كون هذه العائلات تحظى بوضع خاص، فأقول هذا الوضع السيء مؤشر على انتهاكات وعملية النقل بالتأكيد بدون سند قانوني وفيها مظنة انتهاكات لحقوق الإنسان. أستاذ شاهو، الحكومة تتوجه لبناء هذا المخيم في صحراء الأنبار لنقل مهجري جرف الصخر، هذا ربما يعني يكون للقاصي بأنه ربما حل وسط لكي يتخلص المهجرون من عمليات الابتزاز والقتل وأيضا التغييب القسري، ولكن الحكومة تتحدث وتقرر إغلاق المخيمات في العراق، حكومة السودان تدرك أنها في هذه النقطة تحديدا تناقض نفسها؟ طبعا يعني من المفترض أن يكون دائما بعد فترات الحرب والصراعات يجب أن يكون هناك حملة لإنهاء آثار الحرب وإنهاء آثار الصراع وخاصة الحرب المدمرة الذي مر فيه العراق، وبالتالي يجب أن يكون هناك خطوات مدروسة لإنهاء هذه الآثار وتعويض المتضررين أو إعادتهم إلى مناطقهم أو معالجة ملفاتهم حتى يتم البدء بخطوات جديدة نحو الأمام بدون مشاكل الماضي. الآن يعني للأسف الخطوات المتبعة من قبل يعني وزارة الهجرة أو من قبل الجهات المعنية بخصوص هذا الملف يعني هذا مجرد تأجيل للمشكلة، يعني محاولات تخديرية لتأجيل انفجار المشكلة مرة أخرى، يعني أنت تأخذ هؤلاء تسكنهم في مكان آخر، هل هذا سينهي المشكلة بصورة نهائية؟ طبعا لا، هم سيبقون لديهم أمل في العودة إلى مناطقهم، ولكن أنت لا تسمح بهذا الأمر نتيجة لوجود إرادة داخلية وإرادة إقليمية ترفض عودة هؤلاء إلى مناطقهم، وبالتالي أنت تحاول إقناعهم بإسكانهم في منطقة يعني بعيدة عن مناطقهم، وأيضا هم يرفضون هذا الأمر، يعني هذا الأمر أنا أتوقع حتى هؤلاء النازحين يعني لن يقبلوا بهذا الخيار إلا بشكل أن يكونوا يعني مفروضا عليهم أو أن ينجبروا على أن يقبلوا بهذا الأمر، كما أنك من جهة ليس من المنطقي أن تقرر إغلاق المخيمات ومن جهة أخرى تفتح مخيمات جديدة فقط لعدم القدرة أو العجز على مواجهة مجموعة من الفصائل أو ميليشيات المسلحة المرتبطة بالخارج، وبالتالي هذا يعني أنا أتصور حتى لو كان علاجا للأزمة لفترة وجيزة أو يعني تهدئة الأوضاع لفترة لسنة سنتين، السنة الثالثة سوف ينفجر الأمور مجددا، السنة الرابعة أيضا. الآن أنت يعني لدينا تجربة جرف الصخر، هذه التجربة بدل التخلص منها هناك نية ميليشياوية لتكرارها في مناطق أخرى، يعني أصبحت يعني نموذج يحتذى به عند كل ميليشيا، مثلا هنا كتائب حزب الله موجود، يمكن كتائب سيد الشهداء أيضا تفكر بتطبيقها في منطقة أخرى، يمكن عصائب أهل الحق تفكر في تطبيقها بمنطقة أخرى، يجب أن يكون هناك
هناك في منطقة يثرب في محافظة صلاح الدين أيضا هناك ميليشيات تسيطر على الطريق الذي يربط بين بغداد وسامرة، يعني هناك تجارب سابقة يبدو أنها استقيت من قبل من جرف الصخر أستاذ تماماً شاهو. تماما عندما يقتنع القيادي الميليشياوي بأن هذا الأمر نجح مع كتائب حزب الله في هذه المنطقة فهو سوف يغريه ذلك أن يطبق الأمر في منطقة أخرى. يعني للأسف قادة الميليشيات في العراق لديهم هوس وحب وغرور بأن هم يسيطروا على كل شيء. نعم. يعني نعم. يسيطر على منطقة جغرافية لا أحد يستطيع أن يدخل في هذه المنطقة، يعني حتى لو كان على حساب آلاف النازحين آلاف المهجرين آلاف الضحايا الذين ينتظرون العودة إلى مناطقهم هو لا يكترث بذلك. هو يريد أن يقدم للجانب الإيراني نعم عرضا مغريا بأن بإمكانه السيطرة على هذه المنطقة دون دخول أي سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية داخل العراق نفسه. يعني حتى لو كان الأجهزة الأمنية أو العسكرية مقربة من إيران إلا أنهم لا يسمحون لهم بالدخول إلى هذه المنطقة. هذا الأمر يكون يعني عرضا مغريا للجانب الإيراني أيضا، يعني نعم. يقتنع بهذه الميليشيا بأنه فعلا طيب. نجح نعم. في السيطرة على هذه المنطقة ويستحق الدعم سواء المادي أو الأيديولوجي أو الغطاء الإيراني الذي يتم تغطية هذه الفواعل في دول الجوار، وبالتالي طيب. على حساب العراقيين يقوم هذه الفصائل المسلحة للأسف بالتقرب من إيران بالتقرب من جهات أخرى في محور المقاومة في حزب الله اللبناني في سوريا في اليمن، ولكن على حساب يعني حياة العراقيين مستقبل العراقيين مستقبل هؤلاء المواطنين في هذه المنطقة الذين سيبقون يحلمون بالعودة إلى نعم. مناطقهم طيب. حتى لو تم نقلهم إلى أي منطقة أخرى. أستاذ حسين، يعني عند توقف عند مفصل معين هو دور السياسيين السنة في البرلمان أو في حكومة محمد الشجاع السوداني وأيضا دور بعثة الأمم المتحدة في العراق من ما يحصل لمهجري جرف الصخر، سأتوقف عند هذه النقطة وأعود إليكم، ولكن دعوني مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم وضيوفنا الإنفوغراف الذي فيه أبرز ما رافق سنوات تهجير سكان جرف الصخر من مواقف وتصريحات. راح الرجل وتحدث معهم بس هم حولوا على واحد بلبنان قاعد اساسا، هاي ذول شو لهم علاقه بينا؟ يعني شو لها علاقه ايران وشو لها علاقه اللي قاعد بلبنان؟ جرف الصخر الان معسكر. معسكر منو؟ معسكر لفصائل مسلحه. حاول وزير الداخلية في ذلك الوقت أن يدخل واعتقل وزير الداخلية محمد الغبان. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية ومع ضيفينا الأستاذ حسين دلي والأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ حسين دلي أجدد الترحيب بكم، يعني توقفنا عن دور السياسيين السنة من هذا الإجراء، وأين دور البعثة الأممية في العراق مما يحصل لمهجري جرف الصخر؟ يعني دعنا أولا نبدأ بأصغر المسؤولين. لدينا معلومات استقيناها خلال إعداد هذا التحقيق عن هذا المخيم الجديد، أنه طبعا منطقة بزيبز ومنطقة عامرية الفلوجة فيها مخيمان، هناك المخيمات بزيبز العشوائية اللي تضم معظمها من
جرف الصخر والعويسات، وهناك بجوارها مخيم العامرية المركزي فيها أكثر من 250 تقريبا 250 عائلة، أغلبهم مهجرون من محافظة الأنبار، من محافظة الأنبار، من القائم، من الغربية، من الخالدية، من القرمة اللي هي موطن رئيس البرلمان محمد الحلبوس. هناك عائلات من القرمة مهجرة ضمن مخيم العامرية المركزي. لدينا معلومات أنه أحد المسؤولين الرئيسيين في عامرية الفلوجة وما تسمى عامرية الصمود اليوم أحد الداعمين لإقامة هذا المخيم والجديد وطرد العائلات من مخيم العامرية المركزي المجاور لبزيابز. هذه الأرض التي تقام عليها مخيم العامرية المركزي هي تجاور قطع أراض زراعية يزرعها هذا المسؤول بمادة الحنطة، وهذا المسؤول يطمح ويطمع بأن خروج هذه العائلات من مخيم العامرية المركزي سيتيح له ضم هذه المساحة وهي تقدر بعشرات الدونمات إلى الأرض المجاورة التابعة له. فتخيل حجم الدناءة التي وصلها هذا المسؤول، وبالمناسبة هذا المسؤول على صلة بأحد الأحزاب السنية المتنفذة في محافظة الأنبار. إذا ارتقينا إلى محافظ الأنبار علي فرحان ناشدناه أكثر من مرة، وصلنا له أكثر من رسالة، طيلة عامين لم يرسل إلا مادة البنزين. العام الماضي خلال أزمة الشتاء والعواصف والبرد القارس قبل أكثر من سنة، تخيل هذا المحافظ يرفض إرسال أي مساعدات لهذه المخيمات، أما مخيمات بزيابيس فيقول أنها تابعة لمحافظة بابل لا تلزمنا، وعم عامرة المركز عفوا عائلات مخيم العامرية المركزي فنفض يده، لأن كثير من العائلات متهمة في مناطقها بأنها عائلات مرتبطة أو أحد أبنائها بتنظيم داعش، وبالتالي هذه العائلات من المغضوب عليهم. نصعد أعلى من المحافظ إلى حزب تقدم وكتلة السيادة، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والزعيم خميس الخنجر الذين أطلقوا وعود كثيرة فيما يخص النازحين والمهجرين وقبلهم المغيبين والمفقودين من الصقلاوية، إلى اليوم لم يفلحوا بإعادة أي من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم، ولم يقوموا بالحصول على تعويضات للمفقودين من عائلات الصقلاوية والبعكاش ولا الرزازة. ورغم أنه محافظ السيد رئيس البرلمان كان محافظ الأنبار قبل 5 سنوات، ليس هناك ما يشبه أنه فضوا إيديهم عن الموضوع. يعني إحنا قبل يعني لا أخفي سره، في أحد الجروبات هناك مجموعة من قيادات حزب تقدم، أحد المسؤولين فيها من الكبار القيادات يقول بصريح اللسان والله يا عمي بعد ما نقدر نسوي شيء. هذه القيادات أصبحت عبء على هذه المحافظات، لا تقوم إلا بحماية حقوقها من المشاريع والاستثمارات والوزارات والمناصب. نفس الطامة التي يقع فيها المهجرون من جرف الصخر نراها في يثرب والبحشمة والعوجة في محافظة صلاح الدين، هناك مناطق أخرى في كركوك وفي نينة وتسيطر عليها الحج الشعبي. قبل 3 أسابيع نذكر ما حصل في منطقة البعيثة في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، ميليشيات حزب الله تقطع أراضي من تلك المنطقة بحجة أنها هي التي تولت تحرير تلك المناطق وتريد أن تكافئ أفرادها باقتطاع أراضي وبساتين من أهلها عنوة وتأخذها، ولم يعني تنفضح القضية إلا بعد الصدامات والاشتباكات مع قوة من الشرطة الاتحادية. فهكذا تدار العقلية في هذا بالنسبة إلى الموقف هذا بالنسبة للموقف المحلي. بشكل سريع لو تفضلتم بذلك أستاذ حسين، دور بعثة الأمم المتحدة في العراق. نعم، الحقيقة جنين داس خارطة التي تم التمديد لها قبل 5 أيام عاما آخر على رأس البعثة الأممية في العراق هي أسوأ الفواعل في هذا المشهد السياسي. لم تذكر قضية المهجرين والنازحين في أي من إحاطاتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، وهي أكثر من 4-5 إحاطات خلال 6 أشهر الماضية، رغم كل الكلام عن
مشكلة جرف الصخر والنازحين والمفقودين. لدينا الهم الوحيد لهم هو مخيم الهول في شمال غرب محافظة نينوى قرب الحدود مع سوريا، هذا الهم الوحيد للبعثة الأممية. أما قضية المفقودين، قضية المختطفين، قضية النازحين والمهجرين، الفريق الأممي وسواء بعنوان المندوبة الأممية أو الفريق الأممي كله حتى من الجانب العراقي المتعاون معه ليس له هم ولا اهتمام بهذا الموضوع. وكثير من الجهات حاولت أن توصل رسالة إلى المندوبة الأممية أنه احنا وصلنا إلى ما يشبه العجز أمام قوة الميليشيات في العراق، فينبغي عليك بصفتك مسؤولة أممية وتمثل أمين عام للأمم المتحدة أن توصل رسالة للمجتمع الدولي أنه كفى لهذا الملف المحتقن وهذا الجرح النازف. لكن أسمعت الونادة تحيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أستاذ شاهو، يعني بعد انتهاء العمليات العسكرية بعد يعني عدة سنوات، هناك من يطرح حلول، لماذا لا تقدم الحكومة على إجراء عملية مصالحة تجمع كل الأطراف؟ يعني مثلا تجمع الميليشيات من جهة والحكومة من جهة، وأيضا وجهاء القبائل الموجودة في جرف الصخر، وتتم عملية إجراء مصالحة بين الطرفين، وبالتالي يعود مهجرو جرف الصخر إلى منطقتهم. لمصلحة من يستمر هذا العقاب الذي يلاقيه مهجرو جرف الصخر؟ طبعا المواطن بشكل عام هو المتضرر الوحيد، وليس لديه أي مصلحة من هذا الأمر. حتى لو بادرت، أنا أتصور حتى لو بادرت الحكومة بقناعة جدية وإرادة لمعالجة هذا الملف، فالفصائل المسلحة والميليشيات نرى أنها تتمرد على كل شيء. يعني نحن مر عدة أيام على التمهيد لأن يصبح العراق مجددا يلعب دورا وسيطا ويفتح علاقات مع دول الجوار. رأينا أمس تنسيقية المقاومة العراقية نشرت بيان تحريضي ضد المملكة العربية السعودية، تطالب بمواجهة ومهاجمة والحرب ضد المملكة وإلى آخره، لأنها مع الاستكبار العالمي. طيب أنتم أصلا جمدتم نشاطاتكم في العراق مع الاستكبار العالمي، وأوقفتم كل شيء بعد التقارب الذي حصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تدخلات السفير الأمريكي، لماذا تحرضون على الدول الأخرى؟ يعني القصد أن هذه الفواعل لا يمكن التعويل عليها، وهي تعطي إشارات دائما أنها متمردة، ليس فقط على القوانين بل على الحكومة العراقية أيضا. يعني هي تعطي إشارات بأن لديها منظومة خاصة كاملة فيها، هي التي تقرر متى سوف تصالح، متى سوف تحارب، متى سوف تتقدم، متى سوف تتراجع. بخصوص هذا الملف أيضا، بخصوص يعني سواء جرف الصخر أو المناطق الأخرى، يعني مثلا حتى ملف في الأنبار القائم والمعابر الحدودية مع سوريا، يعني عدة مرات الحكومة حاولت أن تسيطر على هذه المناطق وأن تنهي التهريب، لم يسمحوا بذلك لأن التهريب الحاصل في هذه الخطوط أيضا لا يقتصر على المواشي والأغنام، يتعلق الأمر بالأسلحة، بالمخدرات، بأمور أخرى مخالفة للقانون، بربط الهلال الشيعي كما يسمونه من إيران مرورا إلى سوريا، إلى لبنان، إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا المشروع مشروع أيديولوجي، لا يمكن أن تقنع طرف لديه مشروع أيديولوجي وينتظر دولة العدل الإلهي وهذه الأمور، لا يمكن أن تقنعه بالدخول إلى مصالحة. هو ينظر إلى هؤلاء المواطنين كأنهم الغام من الممكن أن ينفجروا في أي وقت. لذلك انظر كيف يفكرون، إبعادهم إبعادهم إلى مناطق أخرى، إلى مناطق بعيدة، وبالتالي هو لا يفكر كتفكير رجل دولة يفكر في بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، الاستقرار، الحوكمة، التحقيق الديمقراطية الحقيقية. هو ليس لديه هذا التفكير. يعني إذا قمت بتفكيك العقليات هذه الفصائل أو قيادات الفصائل أو تعاملهم وممارساتهم اليومية، ترى هذه الانحرافات موجودة، وبالتالي لا يمكن أن يأتي طرف ويعرض عليهم أن يقوموا بمصالحة. يعني هذا الأمر كأنك كما يقول علي الوردي، كأنك تقول لمجنون يصبح عاقلا، يعني بلا شك لن يستجيب لك. وأنت في مخاطبتك لهؤلاء، لهذه العقلية المتشنجة الأيديولوجية الذي يعيش في التاريخ ولا يعيش في الواقع، ويعيش في أحقاد تاريخية ويريد أن ينتقم من أحداث تاريخية انتهى، يعني أكثر من
مئات السنين انتهى هذه الأحداث التاريخية، نرى الأمم الأخرى تقدمت، هو لا يزال يحمل هذه الأفكار ولا يزال يعتقد أنه يعيش في الماضي ولا يزال يريد أن ينتقم من هؤلاء الأبرياء، من الأطفال، من الشيوخ، من النساء، حتى ينتقم من أحداث تاريخية. بلا شك هذه العقلية لا تستطيع بناء دولة، لا تستطيع الدخول في مصالحات، لا تستطيع أن تمهد لتأسيس يعني مصالحة حقيقية أو دولة حقيقية، دولة قانون، دولة ديمقراطية، دولة حقوق إنسان، بل العكس تماما، هي تزرع ألغام سوف تنفجر مستقبلا. يعني هذه المشاكل، تأجيل المشاكل ليست استراتيجية ناجحة. يعني رأينا أن سياسات المالكي عندما كان يقوم بسياسات إقصائية وبسياسات انتقامية، بعد سنوات، بعد 8 سنوات رأينا نتائج هذه السياسات. الآن أيضا تبني هذه السياسات من قبل هذه يعني الميليشيات المتطرفة، نتائجها قد لا يظهر حاليا، سيظهر بعد فترة، سيظهر بعد سنوات، بعد 5 أو 10 سنوات، وسوف يدفع العراق مجددا ثمن هذه الحماقات وثمن هذه السياسات يعني المنحرفة، التي يعني تؤكد أن هذه القيادات ليس فيهم رجل رشيد، ليس فيهم رجل يفكر يقول دعنا نجتمع مجددا، يكون هناك غطاء لتجمعنا مجددا، وساطات داخلية دولية، أي شيء، المهم يكون هناك تغيير لمصلحة المواطن العراقي. هذا التفكير للأسف لم نتلمسه. لا يعني خلال متابعة تصريحات القيادات الموجودة في الحشد الشعبي، يعني لا تجد حتى أملا أو حتى يعني قيادي واحد يكون لديه هذه الرؤية، الرؤية البناءة. للأسف دائما تصريحات تحريضية انتقامية، الحديث عن الماضي، الحديث عن الفوضى، الخراب، حمينا أعراض الناس، حمينا يعني إطلاق هذه التصريحات يعني مستفزة للمواطنين. لا يوجد العقلية التي تمهد لأن يكون أساساً لبناء هذه المصالحة التي تفضلت بها حضرتك، بل العودة إلى الوراء وتدمير كل شيء وزرع الألغام التي سوف تنفجر بلا شك. أستاذ حسين، يعني استعراض عسكري، مناورات في جرف الصخر، سنبحث هذه النقطة مع جنابكم الكريم، ولكن الآن مشاهدينا دعونا نتابع جزءا من معاناة مهجري جرف الصخر والعويسات في مخيمات الأنبار بسبب طبيعة المنطقة الصحراوية في المحافظة، وأيضا بسبب الإهمال الحكومي المتعمد وقطع المساعدات الإنسانية والصحية عنهم، مع تعمد الحكومة منذ سنوات عدم إنهاء مأساتهم وإعادتهم إلى مناطقهم التي تسيطر عليها الميليشيات. فلنتابع. من منطقة العويسات، احنا مخيم بزيبز، البارحة الليل كلية تمانة منا، لا احنا ولا اطفالنا غرقنا، الماي طبنا منا يطلعنا منا، والفرشنا غرقت، قضايتنا غرقت، وشوفونا حل لهالخيام. احنا نازحين من جرف الصخر، صار لنا هاي السنة 9 ونطب 10 وبالخيم، وهاي كل ما تجي مطره انغرق، يعني هاي الخيمه سعدنا كلها غرقانه، غرقت خيم كلها غرقت، ما ظل لا غذائيه ولا كل شيء، كلها اللي بطانيات غرقت، الغراض كلها غرقانه، يعني سوى او البيت هو غرج هاي المطره كلها، جاي يشوف الناس والناس، الحكومه اللي يسوون لنا حل، لو يرجعون لنا بيوتنا، لو يسوون لنا حل، يعني اللي يساعدونا مساعدات غذائيه. حتى اكو خيمه هناك من التماس الكهرباء بسبب المطر احترقت ولا تعوض منه، مو خيمه واحده، انما البيت كله مالتهم احترق، واللي خيم تعبانه، وطب المي كله تاع العوائل جوا، واحنا والله هنا معاناتنا والله ما تفيد، يعني بكل الاحوال ما تفيد. احنا نعتب علي من هسه، بس قل لي علي من نعتب، اريد واحد يداعينا رجعنا لمكاننا، ما بيها فايده لنا، نضل 10 سنين 20 سنه 15، ما بيها فايده لنا. المشكله مالتنا احنا قاعدين وساكتين، لا نعرف عش قاعدين، ولا نعرف ليش ما يرجعونا، ولا نعرف ليش شنو الامر مالنا. إذا المشاهدين الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة والتي نبحث فيها القرار الحكومي بإنشاء مخيم جديد في صحراء الأنبار لنقل مهجري جرف الصخر. أستاذ حسين، مرحبا بكم من جديد. ميليشيا كتائب حزب الله
تبث لقطات لاستعراض عسكري وأيضا مناورات من داخل جرف الصخر، ولكنهم يقولون في نفس الوقت أن جرف الصخر مليئة بالألغام. ما هي الرسالة من هذه الاستعراضات وهذه المناورات العسكرية أستاذ حسين؟ يعني أولا هذه الميليشيات وكل الفصائل مرتبطة بالحشد الشعبي للأسف تنطلق من نقطة رئيسية تعتمد على إثارة الأحقاد والأحقاد الطائفية وقضايا الانتقام، وبالتالي كل سلوكها وممارساتها منذ أن أنشئت من بعد 2003 هي الحشد الشعبي بعد 2014 هو مجرد واجهة جديدة للميليشيات التي كانت تعيث الفساد وأصبحت مقننة بعد 2017 عندما صوت البرلمان العراقي لإضافتها لصنوف القوات المسلحة خلال حكومة حيدر العبادي. هذه الميليشيات تتذرع بذراع كثيرة وتختلق كثير من الحجج لبقائها أو للتوسع. موضوع جرف الصخر تقول كانت هذا المثلث الموت يشكل علينا مصاعب لطريق المؤدي إلى كربلاء وجنوب العراق. زين، وماذا عن المقدادية؟ هل هناك قطع طريق؟ لا، المقدادية هناك نزاعات عشائرية، دائما الميليشيات تنتصر لبعض العشائر على حساب العشائر السنية، وشهدنا 4-5 مجازر خلال هذه السنتين الماضيتين كلها تتم بتهجير مناطق مثل جرف مثل نهر الإمام والميثاق وغيرها، في البعيثة كما استفدت قبل قليل، في محافظة صلاح الدين، في نينوى، اليوم حتى في نينوى يسيطرون على كثير من المناطق بذراع شتى. والكل يذكر قبل 3 سنوات عندما أطلقوا ما يسمى بطريق السبايا بحجة وجود مقامات وأضرحة. هذه العقلية تسير باتجاه توسعي سلطوي مدعوم من جهات حكومية نحو تغيير ديموغرافي بكل شكل من الأشكال. قبل 10 أيام أو أسبوعين هناك وثائق تؤكدها أن الحكومة العراقية انتزعت أراضي زراعية من عائلات في منطقة اللطيفية، وهي بالمناسبة لا تبعد إلا 40 كيلومتر عن منطقة جرف الصخر. عشرات العوائل فسخت عقودها الزراعية التي بموجبها تسكن في تلك المناطق منذ تقريبا 70-80 سنة، بكل سهولة فسخت عقودها الزراعية. هذا الواضح طبعا أنه عملية تغيير ما يجري في مناطق حزام بغداد، في مناطق فيها أكثرية سنية في كثير من المحافظات، إيجاد موطئ قدم للميليشيات، مكاتبها الاقتصادية. الآن أصبح الحشد ليس قوة عسكرية، بل هناك ذراع اقتصادية تسمى شركة المهندس، وعلى غرار ما يجري من شركة الخاتم في إيران التي تتولى معظم الأعمال الحكومية. يراد لها أن يكون بعبع سياسي عسكري اقتصادي مستقل، حتى رئيس الوزراء لا يتمتع بأي سلطة عليه، كما ذكر قبل قليل الأخ شاهو مشكلة المعابر الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار ونينوى، التعاون مع حزب العمال الكردستاني، تهريب المخدرات، السلاح، الأنفاق التي على جانبي الحدود، كل هذا يؤكد أن هذا المشروع هو غول سيتحكم بالعراق ما لم توضع له الحدود ويتم تفكيكه وإعادته إلى ما كان عليه. فهذه موضوع جرف الصخر إحدى النقاط التي تتذرع بها تلك الميليشيات، وعملية الاستعراض العسكري وعملية الكلام عن وجود ألغام هي كلها حجج لمنع إعادة هذه العائلات. بالمناسبة كان هناك حديث قبل تقريبا سنة عن لقاء جمع هذه الميليشيات وأطراف من قيادة هيئة الحشد الشعبي ببعض وجهاء العشائر من الجنابين والعويسات، لكن النقطة التي تمخضت عن تلك اللقاءات أنه ستعادون إلى مناطق ليس في جرف الصخر، إنما بمناطق محيطة في الفاضلية في مويلحة، لكن جرف الصخر لن يدخلها أحد. هذا القرار متخذ ويحظى بدعم الحكومة العراقية وللأسف بسكوت عنه من الكتل السياسية السنية. نعم أستاذ حسين، يعني أتوجه بالسؤال إلى أستاذ شاهو، ولكن عطفا على ما تفضلتم به، يعني عندما يتحدث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن جرف الصخر ويقول أنها معسكر للميليشيات ويؤكد أنه لا توجد قوة حكومية قادرة على دخولها، أستاذ شاهو
إذا أردنا أن ننطلق في عملية الانتهاء من مشكلة مهجري جرف الصخر، ما المطلوب على المستوى الحقوقي والإنساني لإنهاء هذا الملف الحساس؟ يجب أن يتم التركيز على هذا الملف من قبل سواء المنظمات الداخلية الحقوقية أو المنظمات الخارجية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان، حتى لا يشعر الميليشيات بأن هذا الأمر انتهى وأغلق تماما. يعني هدف الميليشيات كما تفضلت الآن القيام باستعراضات عسكرية ومحاولة تثبيت واقع جديد بأن هذه المنطقة كما تفضل الأستاذ حسين يعني التقوا حتى بالعشائر أنه لا يوجد عودة لهذه المنطقة. هذه محاولات تمام الآن عندهم يعني قوة في هذه المنطقة وعندهم قوة عسكرية وعندهم سلطة على هذه المنطقة، ولكن أيضا لديهم مخاوف ويريدون أن يثبتوا واقعا مخالفا مشوها جديدا بأن يقتنع الجميع بأنه لا أحد يستطيع أن يعود إلى هذه المناطق، وبالتالي فتح صفحة جديدة وإعادة هؤلاء المواطنين إلى مناطق أخرى والإنهاء من هذا الملف. من يستطيع أن يثير هذه الملفات؟ المنظمات الحقوقية، الجهات المهتمة بشؤون النازحين، بشؤون حقوق الإنسان، يجب أن يثيروا هذا الملف دائما حتى لا يسمحوا بأن يتحول هذا الأمر إلى فرض أمر واقع. حتى لو مضى السنين يجب التركيز على هذا الأمر، يجب جعله ضمن المطالب الرئيسية لمعالجتها سواء في المحافل الدولية، سواء في المحافل الإقليمية، في مخاطبة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، أيضا في يعني الأمم المتحدة عندما تقوم جنين بلاسخارد بلقاء القيادات الميليشياوية وتدعي بأنها تمثل الأمم المتحدة ولكنها لا تكترث بهذا الملف أو لا تهتم بهذا الملف، يجب إثارة هذا الأمر أيضا يعني على المستوى الدولي. لماذا لا تقوم بوظيفتها؟ لماذا؟ هل لديها مصالح معينة مع جهات معينة؟ أم هل تخشى من فتح هذا الملف؟ أم هناك أسباب أخرى؟ يجب أن يكون هناك يعني تركيز وإثارة إعلامية لهذه الملفات حتى لا يتم الفرض واقع جديد. يعني ليس شرطا أن يكون هناك استجابة فورية من الجهات المعنية للمخاطبات الإعلامية، ليس هذا شرطا، لأنهم هم يمتلكون السلاح والقوة وموجودين على الأرض، ولكن هذا التركيز الإعلامي، هذا التركيز الحقوقي، التقارير المستمرة، الحديث مع الأهالي النازحين، هذا يجعل الحدث يعني حيا بصورة دائمة، ويجعل العنصر الميليشياوي أو القيادة الميليشياوي يشعر بأن هذا ظلم يجب أن يعود الحق إلى أهله، وبالتالي ينتهي هذا الظلم، وعندما يتم إعادة الأهالي إلى مناطقهم سوف يسكت الجميع ولا يتحدث أحد وينتهي الملف. أستاذ حسين، بدقيقتين أو أقل من ذلك لو سمحتم، بنظرة استشرافية، يعني هناك من يقول لماذا هذا التشاؤم؟ ربما أن مهجري جرف الصخر سيحصلون على حقوقهم على أقل تقدير الإنسانية بعد تهجيرهم إلى صحراء الأنبار، كيف تنظر إلى مستقبل المهجرين؟ طبعا هناك نقطة مهمة أخي ينبغي لا تغيب في هذا السياق. جرف الصخر، المهجرون من جرف الصخر أكثر من 100,000 شخص، لا يمكن اختزالهم ب 1500 عائلة موجودين في منطقة بزيبس. لدينا آلاف في مناطق الأنبار المختلفة، في محافظة بابل، في المناطق المجاورة، في اللطيفية، في اليوسفية، في المحمودية، لدينا آلاف أخرى في مناطق إقليم كردستان. أغلب هؤلاء يعانون من شظف العيش ولديهم إشكالات مادية، وكثير منهم ليست لديهم رواتب، فبالتالي لا يمكن، حتى لو تم إعادة هؤلاء لا يمكن اختزال 100,000 شخص بنحو 10,000 أو 15,000 شخص. فبالتالي أخذا على كل التجارب التي عاصرناها مع الحكومات العراقية المختلفة المتعاقبة، كل هذه الخطوات خطوات عرجاء ليست لها يعني إمكانية أن تصمد على أرض الميدان. الخطوات الجزئية المشوهة لا تقوم أبدا مقام الحقيقة، وبالتالي ينبغي أن نواصل النضال والتنبيه والتحذير والتشنيع على هذه الميليشيات وعلى سلوك الحكومة الشائن، وأن يتم ويواصل الضغط على هذه الحكومات والكتل السياسية حتى
تستقيم الأمور وتعود المياه إلى مجاريها الحقيقية. أنا أشكرك المتحدث باسم مرسى دافاد الأستاذ حسين دلي، حدثنا مشكورا عبر سكايب من الدوحة. شكرا جزيلا أستاذ حسين على وجودكم معنا، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الباحث العراقي في مركز رمال للبحوث والاستشارات الأستاذ شاهو القرداغي. شكرا لحضوركم أستاذ شاهو، وحياكم الله جميعا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.